بسم الله الرحمن الرحيم أه بتكلم معكم انا بهذه الفقره ان شاء الله عن المقابله الشخصيه طبعا المقابله الشخصيه بالنسبه للدفعه هذه ان شاء الله راح تصير بهذا التاريخ ان شاء الله المقابله ان شاء الله تبي تصير ابو أه شيء بقول لكم هي موجوده عندنا بالمبنى بالكليه كليه الطب أه بالنسبه للي ما يعرف مكانه وين راح احط ان شاء الله انا في لينك تحت في الكروكي وين الكليه من الجامعه نفسها اصلا بالنسبه للبنات في برضو لينك خاص فيهم تحت في كل المعلومات المطلوبه بالنسبه لهم بالنسبه للبنين هم بالدور الثاني من الكليه او بالدور الاخير معنا صح انتم الطلاب اللي خايف والله انه يفوت الموعد او شيء لا تخاف او اذا فاتك برضو لا تخاف ان شاء الله راح يعيدون لكم اول يوم من الدراسه ان شاء الله بعطيكم نصايح بسيطة يعني لازم تصير يعني صريح بكلامك ما تقول أي كلام يعني إنك يعني تولف شيء ولا كذا من هنا لا قل الصراحة وش تسوي بأوقات فراغك أنا أسوي كذا لا تقول لي أقرأ مدري إيش حد يعني ما أدري عنك أنت أقرأ ولا لا بس قل الصراحة في برضو إنك تصير واثق من كلامك واثق من نفسك واهم شيء انك تصير يعني حاطن سبب دخول يعني للكليه ليش انت بتصير طبيب اصلا حط هذا في بالك يعني دائما خليه يعني شيء يذكرك بالمستقبل واذا يعني في حاله سألوك انا ما ادري راح يسالوك او لا اذا رفضت وش راح تسوي وش خطتك قل يعني ايش خل هذا يعني في احتماليه انه ممكن يسالوك السؤال هذا فجاوب يعني هي جواب يعني هذا في عندك برضو سالفة إنك تكثر كلامك خل يعني لا تعطيهم فرصة إنهم يعني يسألونك أسئلة يعني كل اللي عندك كثر شوي كذا وفي أهم نقطة عاد إنه أرجع له إن شاء كثرت عليكم شوي فينا الإنجليش الإنجليش يعني معروف إنه كلية الطب تحتاج إنجليزي تعتمد بالأساس على الإنجليش فهي نفسك ممكن يسالونك يقول لك فقره كل باراجراف كل اي شيء وفي بعض يعني انا عارف انه في بعض الطلاب يسالون قالوا قل معنى كلمه كذا معنى كذا يعني ما تدري وش السؤال اللي جيت لكنه هو راح تنزل بالانجليزي يعني في نرجع عاد انه من اهم النقاط الصراحه اللي حتى انا نفسي ما اقدر اتغاضى عنها انه هي الزي اللي تحضر فيها ومظهرك شلون تبي تروح؟ طبعا معروف مقابلة رسمية لازم الزي الرسمي ثوب لو حصل لك شماغ غترة قال كذا يعني أه لكن والله اذا بتروح لي شعر طويل وحركات هذي ما تمشي يعني انا يعني لي اصدقاء يعني عزيزين علي قريبين لي مرة راحوا وانحرجوا الصراحة قالوا وش وين جاي طال عمرك يعني شعر ما صارت يعني. فلا تفشل من الحين فراح تضبط شعرك امورك اظافر حركات كل شيء يخليك على التمام واحد يقولك انا خاف فلون مدري ايش يسالوه ومدري ايش ذا اعرف انه اللجنه تختلف يعني انه انا قابلتني لجنه غير اللي راح تقابله شخص ثاني وهذا اللي عندي يلا يعني موفقين شباب اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع او بهذه الفقره اذا في اي استفسار اي سؤال احنا نرحب فيه في ارقامنا ارقام جوالاتنا واضحه الان امامكم أه في ايميلاتنا حياكم الله باي وقت في اي نقطه ما فهمتها اي سؤال ترى شباب احنا حياكم الله واللي حاب يتفرج على اي فقره اخرى او اي نقطه اخرى كل المقاطع لها لينكات خاصه موجوده تحت في الديسكريبشن أه وحياك الله في اي وقت بالتوفيق شباب